يو جايز، باغي نقول واحد النصيحه لبعض الاخوان اللي كيخدموا في الانترنت، خاصو يسمع هاد النصيحه هادي مزيان ويتجامع، ولا غادي تبقى تضري في بلاصتك، والعام اللي جا جي تلقاك في بلاصتك، وما غادي تزيد فين وما غادي تمشي فين، وتبقى جالس في بلاصتك، واللي خارج عليك غادي ندير بحال هكا ربعيتو، بغاو شي يعلمونا، بغاو شي يوريونا. يو جايز، باغي نقول واحد النصيحه لبعض الاخوان اللي كيخدموا في الانترنت، خاصو يسمع هاد النصيحه هادي مزيان ويتجامع، ولا غادي تبقى تضري في بلاصتك، والعام اللي جا جي تلقاك في بلاصتك، وما غادي تزيد فين وما غادي تمشي فين، وتبقى جالس في بلاصتك، واللي خارج عليك. بعض الاخوان في الانترنت كيصحابوا باللي انت راك مجبر توري، مجبر تجلس معاه، تيقول لك خويا السي مديرنا واحد الدوره اخرى كيما الدوره ديال السي بي اي، صات تكون تفرتيه من ديك الدوره ديال السي بي اي اللي درت كيما تفروا منها الالاف، ما جيتش جي تقول هاد الهضره هاد. ولكن انت موال في المسلسلات اصاحبي، انت كتفرج في كل السطوريات ديالي كتفرج فيهم كاملين، والهدف ماشي هو تفرج في السطوريات ديالي، الهدف انا بغيك تحرك، ما بغيكش تفرج فيا، ما بغيكش تفرج في الدورات سي بي، ومن ورا ما كتسالي الدورات سي بي كتسنى دوره جديده، وراه ماشي مسلسل ولا فيلم. وبعد الاخوان علاش ما ديرش لنا دورات الايكوميرس بحال بلال؟ انت قلتيها بحال بلال، سير شوف الدوره ديال بلال، كون شفتي الدوره ديال بلال كون تفرتيه وما بقيتش كتفكر بحال هكا. صافي انت راه عندك ثقافه المسلسلات والافلام، ما باغيش تخدم، ما عندكش العقليه الخدمه. علاش ما ديرش لنا الدوره تاع امازون اف بي اي؟ لا صدر ما خدامش عندك الصاط باش ندير لك الدوره تاع امازون اف بي اي، على حقيقه الا درتها انا غبي. الا دخلتي اليوديمي كاينه مليون دوره فابور، فابور ما تقولش لي على بالفلوس، لا فابور محطوطين فابور، تمشي دير فري غادي يطلع لك فابور. اسمع هاد الهضره مزيان، على حقيقه انا كندوي معاك، كندوي معاك غير بالغيره عليك، على حقيقه انت ما غرضكش تعلم، ما غرضكش تعرف، على حقيقه الناس اللي باغا تعلم وباغا توصل ما كيقولش ما بغاوش يعلمونا، ما بغاوش يعطيونا، عافاك شرحوا لينا وريونا. لكن انت من النوع ديال المتفرجين راه ما غادي دير والو في حياتك، راه ماشي زعما غادي تسنى شي واحد تيجي يوريك واحد الدرس غادي تشوفو الغدلات بدا تدخل الفلوس، راه ما كايناش هاد الهضره هادي، راه غادي تجلس وداك الدرس غادي تجي تبغي تطبقو غادي تعكس وغادي يطلعو لك المشاكل، غادي يطلعو لك المشاكل وغادي تحل المشاكل، وفوزتك المشاكل هو ما شرحش واحد المشكل ولا شي حاجه طلعت لك، كتمشي كتكتبها في جوجل، داك الميساج، داك الميساج ديغ اللي طلع لك كتكتبو في جوجل، كتلقى الحل، كترجع كتحل وكترجع كتكمل وغادي. خونا اللي كان كيشرح ما كانش عنده مشكل في باي بال وما كانش عنده المشكل في البنك اكاونت، انت ملي تجي تبغي تخدم تلقى هاد المشاكل هادو، غتمشي تكتب داك المشكل اللي عندك في جوجل، غتلقى الناس سبقوك ديما الناس سابقين، وتلقى الحل في جوجل وترجع دير داك الحل وغادي وغتافونسي. غنعطيك مثال ديال بعض الناس تلاقيت معاهم في حياتي باش تفهم مزيان ونحاولك تكون بحالهم. واحد الدريري من ورزازات كان جا عندي، والناس تحيه للناس ورزازات كامل، الناس ورزازات معروفين الرجوله الخدمه تبارك الله ما عندك فاش تعيب عليهم. هاد الدريري هذا كان جا عندي قال لي اخويا سيمو عندي راس مال ديال 100 دولار باش تنصحني، كلمه واحده والله ما زدت معاه كلمه اخرى، قلت ليه الريسكي ويزيد بحالو، قال لي الله يعاون. سلاد اول حتى هذا كاع ما دوي مشى غبر واحد الشهرين غادي نتصادف عاوتاني انا وياه، السلام عليكم وعليكم السلام، قال لي شكرا بزاف راني بديت كندخل 30 دولار في النهار. غبر من وراه واحد الشهر السلام عليكم شكرا بزاف راني بديت كندخل 100 دولار في النهار. شوف عباد الله، قلت له اش السي عزتي شنو درتي؟ قال لي والو. قلت له لا شنو درتي؟ قلت لك الريسكين شنو درتي؟ قال لي والو، مشيت ليوتيوب كتبت الريسكين بقيت كنقلب على الفيديوهات والدورات وتيليشارجيت دوك اللوجيسيرات اللي قالوا وجلست كنتقاتل معاهم وكنتعلم كنتعلم كنتعلم وغادي. قلت ليه ما لقيتي لا مشكل؟ هو قال لي لا في الاول بزاف د المشاكل وداكشي، ولكن كنقلب في جوجل كنرجع كنكمل، تيقول لي داكشي اللي كنصحك به انا دابا، داكشي تلقاه في كاع المجالات وداكشي اللي عشتو حتى انايا. قال لي كنقلب وكنزيد نكمل تلقى مشاكل وكنحلهم وكنزيد نكمل وغادي وكنتعلم. هادو هما الناس اللي كنستهدف انا نغير حياتهم. كاين واحد الناس خاصو يرى هاد الكلمات هادو، تقول ليه ها واحد الناس نجحوا وها باش نجحوا، ريسكين، امازون اف بي اي، ادسنس، سي بي اي، كليك بانك، سلام. الناس هادو كيعيشوا معانا، واحد الناس عطشان، ناس كتقاتل، ناس كتدمر، خاصك توريها غير الطريق، قول لها الطريق وبعد اجي يفرجك، اجي يمشي في الطريق حتى الاخر. ناس خاصها هي التوجيه، هادو هما الناس اللي كان تارغيتي. انت راك من الناس اللي محظوظين بزاف وما عارفش راسك راك محظوظ، عارف سي بي اي، عارف كليك بانك كاينه، عارف افيليت ماركتينغ، عارف الريسكين كاين، عارف شاد الكلمات هادو الا طاحوا فيهم شي ناس والله تيشرش مود الدنيا. كيف دي زيكزومبل قدامك ديال بزاف د الناس ناجحين، دونك خصك حتى انت تنجح. ما تيقتيش هز الميكرو ديال راسك اذاعه وبقى تسول الناس في السريع، السلام اخويا الله يخليك بغيت نسولك عارف شنو هو ريسكين؟ يقول لك لا، 99% ديال الناس يقول لك لا. عارف اخويا شنو هو كليك بانك؟ لا. عارف سي بي؟ لا. انت محظوظ عارف شي حاجه ما تكتبش
كتاب 99% ديال الناس يعرفوه، ومن ديك 99% ديال الناس كاينين دوك الناس اللي كنسميوهم عطشانين، خاص سيري بان لي اكزومبل ديال النجاح داروها بزاف، تعطيه هاد الكلمات هادو غيفرش خليك قسما بالله حتى يفرش خو السوق. هادشي اللي خاص بحال هاد عزتين هادو ريسكين، على حقيتاش ما نحتاجش نشرح لك الريسكين، ولا دي نشرح لك الريسكين فهاد الاعداد حمار من الاخر، لان كاينه مليون دوره كتشرح الريسكين، ولكن انت ما باغي، انت ما غرضكش تعرف، وانت ما باغي غرضكش تنجح، وانت ما عندكش دافع باش تنجح، انت عندك دافع ديال تفرج في اليوتيوب، تفرج في الفنانات، تكومونتي، تسب شويه، دوز النهار شيشه، تمشي تنعس، تفرج في ماتشات ساطات، تحل شويه داك السيد الزرق شويه ترتاح وتعيا وتطيح تنعس وتنوض الغد ليه تسب الحكومه. هذا هو الغرض ديالك الصاد، ما غرضكش تتعلم، وكون كان الغرض ديالك تتعلم هاد تعلم. انا راه ما تجينيش نقول لك الخدمه 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 وعارف المعلومه ما كايناش، ديك الساعه دوني بحال كنتفلى عليك، ولكن انا عارف المعلومه كاينه جبال واطنان، كاين اليوتيوب، كاين يوديمي وفابور، فابور كون كانت بالفلوس حتى هي نلوم راسي فابور، ولكن انت ما غرضكش تتعلم وماشي اي معلومه. ما كنقولش لك سير قرا كتاب وتبقى تقرا في السطوره وكتعذب، لا، اليوتيوب ويوديمي وداكشي كتشوفهم كيخدموا قدامك، انت خاصك تكوبي وتمشي معاهم دقه دقه، وملي تلقى شي مشكل تجوجل وترجع تكمل، ما تسمعش في ديك الخدمه. المعلومه حاليا كاينه جبال واطنان وفيديوهات مبسطه وغاديين خطوه خطوه، ولكن اخاي دوك الاطنان ما بغيتيش تبقى تهز منهم انت بكيلو بكيلو، انت من داك النوع ديال عافاكم دخلوا لي المعلومه لدماغي، عافاكم عاونوا. دابا الاخ انت غير منك لراسك، واش السي بي اي كاينه شي حاجه مخبيه؟ حتى من الكلوكينغ مشروح، والله الا مشروح في يوتيوب من الاول حتى الاخر، مشروح على جميع لي بلاتفورم من فوليوم لكل شيء، ما كاينش شي حاجه مخبيه كاع. الريسكين عطى الله في يوتيوب بلا ما نمشي لكاع يوديمي، في يوتيوب عطى الله لي فورماسيون، ولكن شكون اللي غادي يجلس يقرا؟ راه ساهل ندير بحال هكا ربعي تيوم، مابغاوش يعلمونا، مابغاوش يوريونا، هما عرفتي المشكله الصاد فين كاين؟ كاين فيك انت، وقسما بالله ومستحيل تبدل ومستحيل دير شي حاجه في حياتك وهوجي، والله لا تفرتي، ما حدك ما بغيتيش تقرب لي المشكل راه فيك انت، نهار تعرف المشكل فيك انت غيبدا التغيير. الهضره ديال اخي اللي قلتها لك على حقاش كنغار عليك، وبدرجه كبيره كنغار على والديك، لان الا كانت عندك هاد العقليه ديال مابغاوش يورونا مابغاوش يعلمونا، للاسف كتكون عاله ماشي على المجتمع، بلا ما نوصل لك للمجتمع، كتكون عاله على والديك، واخي بحاجه هي تكون عاله على والديك. هاد الهضره هادي راه كاع ما نحتاج نقولها لك، راه بزاف الناس واصلين في الويب وقاعدين غرضو كيضربوا زباله الفلوس يوميا، وكاع مسوقين لك وكيشوفوك مليوح وكيضحكوا عليك وكيضرب عليك الحديد وكيدوز، كتب لي انت يا حمار في الاخر، فهمتي؟ كاع ما يتسوق لك، كاع ما يعطيك فوق، ما يضيع كاع معاك وقتك، ما يقول لك لا كاين ربح لا ما كاينش ربح، وقسما بالله وتمشي عنده كاع تسول وتقول لي كاين ربح، يقول لك تنعرفهم انا، ماشي تعاود لي تنعرفهم، كاين من المقربين، داك الصاد داكشي كذوبه صاحبي، تضيعوا البنادم وقته، فهمتي؟ سير شوف لك شي خدمه. من الله ما نطولوش هذا الفيديو هذا، على حقيقه السطوري تبانوا لي كثار هنا الفوق. الاخ راني الا درت هذه السطوري هذه الاخرانيه اليوم راني باغي كيتحرك، ولا ما تحركتيش راه ما كتجيش فيا انا راني عايش بخير، كتجيبها في راسك وانت اختار وطلب. يو جاي صافا بخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنغبرتي اخاي سيمون ديجي، ما درتي ستوريات ملي تلاقيتي مع صحابك غبرتي. يس صراحه ما بقيتش كنحمل ندير ستوريات، جلستي كنتامل مع بقات لي 3 ايام هنايا، النهار الرابع عندي الطياره للمغرب، هاد الايام هادي اللي بقات فهمتي جلستي كنتمشى في الشوارع ديال الطيرون فهمتي، وكنتامل كنقول هادي هي الايامات الاخرى الصات هنايا، صراحه خلوني الصات ندوز هاد 3 ايام هادي بلا ستوريه بلا والو، تنشوفكم في المغرب ان شاء الله. صراحه ما كنت بغيت ندير لا ستوريه لا والو، ولكن كاين سبب علاش ندير ستوريه الصات. الا كنت كتحلم شي نهار تمشي للميريكان تبدل حياتك كتولي حياتك واعره، خاص تعرف بلي الميريكانيين حاليا كيعيشوا واحد الازمه الصات، كلشي كيتشكى كلشي كيتشكى، الناس معلم كتشكى وكتضار على المينيموم سالري، فهمتي؟ تسمى المينيموم ويج، داك السالير المينيموم اللي خاص تخلص، يعني ماشي انت في المغرب ولا انت الناس هنا في الطيران اللي كتشكى، حتى في الميريكا الناس داقت بها وكتشكى معلم كتمو. الموضوع الطوب تريندينغ حاليا في الميريكان هو المينيموم ويج، هو داك السالير، الناس داقت 46% ديال المراكنه كيقول لك ما كنقدروش نساليو الشهر، كنساليوه بالكريدي، كنموتو، كنعانيو، ماشي انت. كتب مينيموم ويج في جوجل وقرا، غادي يطلعوا لك بزاف ديال الارتيكلات في النيوز. موضوع هاد السيمانه هادي كاين المضاربه، هذا الموضوع في الميريكان ما كاين حتى شي موضوع اخر، كاين هذا الموضوع ديال السالير. عباد الله تخنقات يا معلم، ما تتسناش تمشي للميريكان حياتك كتبدل. كنعرف انا الهضره اللي كنقول ما كتعجبش بزاف ديال الناس،
عجبتك ما عجبتكش القرار ديالك كولو، على حقيقتاش في الاخر كاينه واحد الحاجه سميتها الحقيقه. انا ما كنقلبش نرضيك، كنقول لك الحقيقه. ها جوجل كاين، وسير قلب مع راسك وشعل التلفازه وسمع. علاش كنقول هاد الهضره؟ لان بزاف ديال الناس ما عندوش معلومه صحيحه. عندك داكشي عرفتي لامريكا؟ عرفتي الا مشيت لامريكا الصاد تمشي لامريكا ما غادي دير والو الصاد، فهمتي؟ بزاف ما داروش. 1% ديال المغاربه داروا، كاين فعلا اللي دار، ماشي كلشي. ما كاين حتى واحد الازمه في هذا العالم هادي ديما كنركزوا على الشخصيات الناجحه. نقول لك باللي 99% ديال الناس اللي كيمشيو لامريكا ما كينجحوش وكيفشلوا واحد الفشل دارع، ولكن كنسلطوا ديما الاضاءه على الناس الناجحين. جاي مال دوك يتسلط على الناس الناجحين. مثلا تيقول لك بيل جيت مول مايكروسوفت ما كملش الجامعه شوف فين وصل. مارك زوكربيرغ مول فيسبوك ما قراش الجامعه ما كملهاش شوف فين وصل. ستيف جوبز شوف ما كملش الجامعه شوف فين وصل. وهذه راه هضره خاويه من الاخر، حتى هذه زيد حقيقه. هذه حتى هي داخله في اطار كتسلط الضوء على الشخصيات الناجحه. هادو غير امثله قليله من الناس اللي خرجوا من الجامعه وداروا شي حاجه في حياتهم. اما راه الاكثريه الناس خرجت من الجامعه وما دات حتى شي حاجه في حياتها وفشلت واحد الفشل دارع، ولكن ما كاينش اللي غادي يدوي عليها. وهذه هي الطبيعه ديال الحياه. الناس مشي عزيز عليهم الناجحين كيتسلط الضوء على الناجحين، فهمتي؟ يقول لك راه سبب النجاح هو خلاو الجامعه. شكون الصاط اللي قال هاد الهضره؟ هذا الشيء تخرميز. اكين الحقيقه، انا كنبارطاجي معاك الحقيقه، ما عيش عليا نقول شي حاجه تعجبك من الاخر. كتعجبك ما كتعجبكش اتس نوت ماي بيزنس، انا ماشي شغلي في هذاك الشيء. انا كنقول لك اودي اللي كاين، وها جوجل ها هو والتلفاز شعل راه هذا الموضوع هذا كاين الساعه في الميريكان. المينيموم واش داك السالير مينيموم؟ راه الناس تخنقات، الناس تخنقات اصاحبي وتقارات ومراكنه، ماشي زعما دوك اللي مشاو زعما غير بالكري. لا، تندو على 46% ديال المراكنه السيتيزنز المواطنين. المواطن الامريكي اللي انت تيبان لك واو كيعانى معلم حاليا كيموت. تفكر واحد الصديق ديالي مشى للميريكان ورجع كان تيقول لي ديما واحد الجمله ديال عرفتي انا مشيت للميريكان تخدمي في ستاسيون ليسانس نبقى ندير 3 مليون في الشهر. والله الا كان كيقولها بحال هكا 3 مليون في الشهر. وفعلا مشى للميريكان سهل عليه الله في اطار قانون الجذب ديما هو مخير راسو عايش في الميريكان. جاتو الجرين كارد جاب عليه الله ومشى للميريكان صافي وما يلقاش داكشي اللي باغي، فهمتي؟ 3 مليون كاع ما قاد داك معلم ولا عايش جهنم ولا كيقول لك اخي راه الحياه في المغرب بنادم ما عارفش قيمته. تلاقى مع شي مغاربه نصحوه قال لي امريكان ما بغاتكش تخدم تتفرق البيتزا ولا في ستاسيون ليسانس، امريكان بغاتك تقرا ريح قرا من بعد تشد شي بوست خاطر. قال لهم واي لا انا قريت في المغرب تاعيت ونجي هنا عاوتاني نقرا. ما كيسمعش اصاحبي اللي في راسه. خوتنا اللي مشى عندهم الامريكان سبقوه بسنوات، فهمتي؟ صحابنا حتى هما اللي جاتهم الجرين كارد سنوات قبل منه ومشى عندهم. خوتنا عرفتي فاش كيدو دابا؟ راه تيدو في شي سالريز خطير ولكن قراو، فهمتي؟ العيان فيهم دار دكتوراه كي اللي دار جوج كانوا كيخدموا مساكين وكيتقاتلوا دوك الفلوس كيجمعوا كيدو من الجامعه كيجمعوا تيدو من الجامعه وكيموتوا باش يقراو، ولكن عندهم واحد النظره باللي راه بعد واحد 7 سنين غادي نولي عايش في الميريكان بخير من غادي ناخذ واحد الدكتوراه تسمح لي ناخذ واحد البوست واعر ونعيش مزيان. دابا هاد خوتنا حاليا خدامين بواحد 250 واحد 250 الف دولار في العام، 250 مليون مغربي مزيانه. اجي تجي اجي سمعتك دابا ميريكان. اما خويا زعما باغي تمشي لديك الميريكان تمشي تخدم ديريكت؟ كضحك على راسك كاتعان. الشعب الامريكي ما كيقراش ما كيكملش قرايته، علاه حتى هو كيعان؟ غتكون عرفتي الا مشيتي وخدمتي ديريكت غتكون بحال 46% ديال الشعب الامريكي حاليا اللي كتضار وكتحتج وكتقول لك حنا راه تخنقنا كنكملوا الشهر بالكريدي. غتكون واحد منه. اي حاجه زوينه في هذه الحياه هادي كتبغي الوقت. الفرق ما بين صاحبي اللي مشى للميريكان ورجع وصاحبي اللي مشى للميريكان وجلس تما وعايش بخير هو الوقت. هذا استثمر الوقت في القرايه والجامعه وما مشاش بغير يربح من النهار الاول. صبار صبار ودازت عليه والتكرفاس وفهمتي والماكله ما كانتش مزيان لان كانوا كيخلص الجامعه وكيشطر شويه الفلوس وكيخدم بارت تايم وكيخدمش فول تايم وكيتمحن، فهمتي؟ وما حيرتو للقرايه ما حيرتو للخدمه كيتكرفاس. حاليا دابا كيتخلص هو عايش بخير الحمد لله. ما كاينش اصلا شي طريق بالزربه كتوصل وما تنزع مع عرفتي الامريكان عرفتي الا مشيت للميستاطا تمشي للامريكان تبقى ما ضفاكر. مع كل احترام لي كل احترامي لك بالتوفيق. هاي برو واحد الحاجه مهمه، عجبوك ستوريات ياك عجبوك الكونتوني مزيان استفدتي، باغي منك واحد الطلب، باغيك تخلص فريمون باغيك تخلص ولكن ما باغيكش تخلص فلوس. انا ما محتاجش فلوس، باغيك تخلص واحد الحاجه اخرى. اللي نطلب منك هو كالتالي، جو سوي سور عندك جوج ديال الدراري صحاب كيسمعوا حتى هما فهمتي كيقلبوا يلقاو راسهم شي نهار وتيبان لك ان خاصهم المعلومه ويبدلوا حياتهم. بارطاجي معاهم هاد ستوري هادو، بارطاجي معاهم جوج ديال صحابك بليز، ما تبارطاجيهاش في شي جروب ما تبارطاجي حتى في شي بلاصه، بارطاجي مع شي صحابك وغنقول لك كيف.
ما عمري كنت كنقلب على الكونتيتي، ديما كنت كنقلب على الكاليتي. انا ما فاكين ماركتر، انا اش كندير حياتي كامله دوزتها في الماركتينغ. كون بغيت هاد انستغرام غادي يولي فيه مليون، غادي تولي فيه مليون، ولكن غادي تلقى مليون ديال الحراتك. انا ما عمري مهتم بان يكونوا متابعيني لحراتك، مثلا بالكاليتي غيولي متابعيني مليون واللي مأثر فيهم 100، لا اللهم يكونوا متابعيني 10000 وكنأثر في 1000 واحد، غادي تكون مزيانه. وبالتالي بليز بلا ما تبارطاجيها لا في جروب لا في والو، غادي تبارطاجيها مع جوج ديال صحابك، ما باغيش كثر، جوج بالضبط. غادي تمشي غادي تدوي معاهم، كتبان لك بلي هاد الهضره اللي قلت هضره مزيانه فايده، بارطاجيها مع دوك الناس اللي تبان لك فايدهم، جوج ماكسيموم، جوج واحد ولا جوج ماكسيموم، جوج دوي معاه قول له هاي صافا اسمع هاد خونا هذا راه قال شي هضره مفيده، ولا بد خصك تسمع ليه الا بانت لك هضره مفيده بيان سور.